بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه صفحتي الشخصية، قمت بفضل الله تبارك وتعالى اليوم برفع مؤلفات شيخنا وشيخ مشايخنا فضيلة الدكتور محمد نبهان عليه رحمة الله، فرفعت مؤلفات الشيخ رحمه الله، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع به. وهذا هو الرابط لمن أراد أن يدخل على هذه المؤلفات ولم يستطع ولم يعرف كيف يحمل هذه الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا الكتب دي في أصول القراءات العشر، وهذه مفيدة جدا لمن يقرأ بالإفراد، لأنه يحتاج إلى دراسة كل قراءة على حدة. ولعل هذا من تيسير الله تبارك وتعالى أن وفق الله عز وجل فضيلة الشيخ محمد نبهان لهذه المؤلفات الطيبة المباركة التي انتفع بها كثيرا طلاب علم القراءات. بنضغط على الرابط كده، بيفتح لنا صفحة جديد. الصفحة اللي بيدخل عليها هنلاقي الملفات كده، هتظهر معانا كده الآن زي ما هنشوف كده عندي. أيوة فتحت اهيت. هنلاقي أول كتاب عندنا الثمر اليانع في رواية الإمام قالون عن نافع، المسك الأذفر في قراءة الإمام يزيد عن يزيد بن القعقاع أبي جعفر، حياة القلوب في قراءة الإمام الحضرمي يعقوب، إلى آخر. هم 14 كتاب إن شاء الله تبارك وتعالى في أصول القراءات. طيب هنحمل الكتب دي إزاي؟ هتضغط كده على أي كتاب هتختاره، وليكن مثلا أنت عايز قراءة يعقوب، مثلا قراءة يعقوب من طريق الدرة مثلا، هتفتح كده هتلاقي الكتاب فتح معاك، حياة القلوب في قراءة الإمام الحضرمي يعقوب، تأليف الشيخ محمد نبهان. طيب هنحملها منين؟ اطلع كده فوق فوق في أعلى الصفحة، فأعلى الصفحة هتلاقي فيه رابط التحميل هنا، هتضغط عليه مكتوب عليه تنزيله، تنزيل، اضغط على الرابط هيفتح معاك الصفحة اللي انت هتحمل فيها. بعد ما بيفتح معاك الصفحة اللي انت هتحمل فيها، طبعا زي ما فتح عندي كده الآن، هتختار المكان اللي انت هتحفظ فيه الملف وتعمل سيف ويحفظ بإذن الله تبارك وتعالى. انشر هذا المقطع وهذه الملفات، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.